إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسع وسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. صلى الله عليك يا رسول الله. أي النبي عم يعلمنا يا إخواني كيف بدنا نحصل على البركة. الصدقة يستظل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. اثنين، بتثقل موازينك. ثلاثة، الله عز وجل يخلفك إياها في الجنة عطاء غير محدود. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الحديث في البخاري ومسلم. البخيل الله عز وجل بيزيده فقر، بيزيده حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. والجاهل السخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. في رواية: ولا جاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وفي رواية: اللهم بارك لأمتي في بكورها. سيدنا فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام صلت الصبح وتسطحت، فدخل النبي عليها وقال: يا فاطمة يا بنية قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ذلك النوم بهالساعة ممنوعة شرعا، ما بصح تنام بعد الفجر حتى تطلع الشمس. في دين اللي عم ينام بعد الصبح منع رزقه. في حديث ثاني النبي قال: نوم الصبح يمنع الرزق. أنه رزق؟ رزق الأبدان ورزق الإيمان.